السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني وأخواتي الكرام متتبعي قناة شروحات الويب. مرحبا بكم في شرح جديد من شروحات الويب. في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نقدم لكم موقع جديد للاستثمار اسمه يعني ريشموند بيركس. هذا الموقع يعني يمنحك 1.6% كل يوم. الموقع يعني متخصص في بيع وشراء العقارات كما هو يعني موضح في واجهة الموقع. عند تسجيل في الموقع يمنحك يعني بونس بقيمة $10، ثم بعد تفعيل الحساب وتسجيل الدخول إلى حسابك تقوم بإتمام بعض الخطوات يعني البسيطة من إتمام البروفايل وتثبيت تطبيق على الأندرويد أو الأي أو إس، وكذا يعني تفعيل خدمة النوتيفيكيشن على المتصفح. سوف تتحصل على بونس يعني بقيمة $120. هذا البونس سوف تربح عليه كل يوم 0.05%، أي ما يعادل تقريبا 6 سنت كل يوم. ثم لديك يعني إمكانية يعني الاستثمار في الموقع. أقل مبلغ الاستثمار هو $10 لكي تربح يعني 1.6% كل يوم مدى الحياة. رابط التسجيل سوف تجده في الوصف بالإضافة إلى رابط فيديو قمت به يعني حول يعني حقيقة الربح من الإنترنت. أنصحكم بمشاهدة الفيديو بعنوان حقيقة الربح من الإنترنت، رابطه تجدون أسفل الفيديو، قبل أن تقوموا بالتسجيل في الموقع وقبل أن تقوموا بالاستثمار في الموقع. إذا طريقة التسجيل فهي بسيطة ككل المواقع. نضغط على ساين أب، ثم بعد ذلك لديك يعني إمكانيتان. يمكنك التسجيل إما عن طريق الفيسبوك أو عن طريق يعني ملء معلوماتك الشخصية من يعني الاسم الكامل والإيميل، ثم رقم الهاتف وكلمة السر، ثم إعادة كلمة السر، ثم قبول الشروط كريتيرم، ثم الضغط على سبميت. في الحال سوف تتوصل يعني ب بريد إلكتروني، تقوم بالدخول إلى بريدك الإلكتروني وتضغط على رابط لتفعيل الحساب، ثم تأتي إلى واجهة الموقع ثم تضغط على لوجن لتسجيل الدخول إلى حسابك في الموقع. هنا كما تلاحظون نقوم بوضع بريدنا الإلكتروني الذي قمنا بالتسجيل به، ثم كلمة السر أو كلمة المرور، ثم نضغط على لوجن. بعد ذلك يعني تنزل إلى الأسفل لكي تتمم الخطوات التي أشرت لها سابقا. يعني عند التسجيل سوف تتحصل $10 عند يعني نشر الموقع في موقع التواصل الاجتماعي سوف تتحصل على $50 بونس، ثم $15 عند إتمام البروفايل، وعند تثبيت التطبيق على الهاتف سوف تتحصل على $25 وحتى تقوم بإتمام كل خطوات حتى يعني لتحصل على مبلغ $120. كما قلت يعني هذه $120 ستربح عليها كل يوم 0.05%، يعني تقريبا ما يعادل 6 سنت، $0.06. وأيضا لديك يعني إمكانية يعني استثمار مبلغ $10 أو $100 على حسب يعني المبلغ الذي تتحمل خسارته في حالة ما قام الموقع بالتوقف تم غلق الموقع. طريقة يعني الاستثمار فهي بسيطة، تضغط على باي ار بي دي لأن الموقع يعني يشتغل بعملة اسمها ار بي دي، واحد ار بي دي يساوي تقريبا $1. يعني تختار طريقة الدفع إما عن طريق البيتكوين أو الدولار أو اليورو، ثم يعني تختار البروسيسور أو معالج دفع الذي تشتغل به،
ثم تقوم بوضع عدد الار بي الذي سوف تقوم بشراؤها، 10 ار بي يعني ب10 دولار، ثم تضغط على بروسيسد تو بايمنت، ثم سوف يحولك الى واجهة البنك الذي سوف تدفع منه. وايضا هناك يعني مستويان للاحاله بالنسبه لمن يعني يشتغل على نظام الاحاله، فالموقع من هناك مستوى للاحاله، المستوى الاول بنسبه 10%، ثم المستوى الثاني بنسبه تربح عليها نسبه 5%. اذا ناتي الى طريقه يعني السحب من الموقع. في البداية قمت بسحب مبلغ بسيط صرفت على 7 دولار. أنا قمت مسبقا باستثمار مبلغ 10 دولار كما تلاحظون، أربح علي كل يوم 0.16 دولار. قمت بسحب مبلغ بسيط، ويعني السحب فوري. عند آخر مرة قمت بالسحب توصلت بالمبلغ في نفس اللحظة. الآن سوف أقوم بسحب هذا المبلغ المتبقى يعني الذي يظهر أمامكم الآن. هنا كما تلاحظون حسابي على الباير، إذا كان السحب يعني فوري، إذا ما زال يعني فوري سوف يعني نتحصل على تغيير في هذه القيمة، وسوف نتحصل يعني على حسابنا على الجيميل على الإيميل. إذا طريقة السحب من الموقع فهي بسيطة، كل ما عليك هو الضغط على سيل إر بي دي أو بيع إر بي دي، عملة الإر بي دي، ثم نقوم باختيار يعني إر بي دي، ثم نختار دولار، نختار حسابنا على الباير، ثم أقوم بسحب هذا المبلغ يعني مبلغ 2.49 دولار، ثم أضغط على كاش أوت تو فاند. إذن كما تلاحظون ويذر دراو واز سكسسفولي، يعني تم يعني سحب المبلغ بنجاح، كاش اوت ذا فوند. إذن نأتي إلى حسابنا على جيميل. إذن كما تلاحظون فقد توصلنا يعني بالمبلغ في نفس اللحظة، إذن كما تلاحظون توصلنا بمبلغ 2.46، تم اقتطاع عملة الباير بطبيعة الحال. فنقوم بتحديث الصفحة لكي نرى، لكن رسالة يعني البريد الإلكتروني فهو يكفي يعني كما تلاحظون، يعني دون أن أطيل يعني حتى لا نطيل مدة الفيديو. أتمنى أن أكون قد وفقت في شرح هذا الموقع. لمن يريد الانضمام إلى هذا الموقع والاشتراك في الموقع، فالموقع ما زال في بدايته، رابط التسجيل سوف تجدونه أسفل الفيديو. لكن تذكروا جيدا، لا يوجد هناك أي موقع يمكن أن يستمر مدى الحياة. إخواني أخواتي الكرام، شكرا على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.